صباح جديد في بوروندي. سنترك العاصمة بوجمبورا ونتوجه إلى مدن أخرى اختارها العمانيون. بعض المدن تتوزع فوق الهضاب والجبال. يشكل الجبل لوحة طبيعية عظيمة كخلفية للعاصمة. نصعد جبل بوغراما على خطى من صعدوا قبلنا. فهنا أجواء أخرى مدهشة. ولشدة البرد هنا، هذا المطعم يقدم أغطية لتدفئة زبائنه. الأماكن التي ما زال العمانيون يعيشون فيها إلى اليوم هي هنا العاصمة بوجمبورا وكيتيغا، وهي المدينة الثانية غوزي ومهينغا وروهيغي ورونا ومكامبا ورومونغي. هذه هي الأماكن التي ما زالها عمانيون.
الطريق إلى رومونجي بمحاذاة بحيرة تانيكا، متعة من سحر الطبيعة. العذبة هي أيضاً تجود بأنواع كثيرة من الأسماك، إنها سوق رائجة. الصيد هنا يتم بالقوارب التقليدية، وتجفيف الأسماك يتم بهذه الطريقة حتى لا تلامس التراب. هذه الصخرة على مشارف واد خصيب تؤرخ حكاية اللقاء الذي جمع بين المستكشفين ليفينغستون وستانلي في نوفمبر من عام 1871. سعيد بن سليمان الشرجي رجل أعمال عماني، أسست أسرته شركة لتعبئة الشاي في عمان، وله العديد من المشاريع التي نال بعضها على تقدير الدولة هنا. لقد جربنا العديد من الأنشطة، بعض أنواع التجارة التي مارسها آباؤنا والمحلات الصغيرة. بدأنا التفكير في تجارة الشاي وشرعنا في ذلك فعلا، وأنشطة تجارية أخرى ناحية بحيرة نيانزا. لدينا مشروع طحين المهوج الكثافة، وبدأنا تصديرها عمان أيضا. اليوم الحاوية الخامسة، بعد ذلك هنا بنبورة شرعنا في صناعة نفس الشاي الذي نصنعه في عمان، ومشروع آخر ربما نقيمه في عمان أيضا، ولكن نبدأ هنا هو إقامة البيوت الجاهزة لأنها مطلوبة، ورأينا شبيها لها في نزوة بعمان وفي القاهرة. مساكن جيدة بسعر مناسب، فهنا في مثل هذه البلدان تحتاج لمثل هذه المشاريع. يعني من وين كانوا جايين هم؟ من كيغوما فاخرة تاع بوروندي في عمان. اوكي. على طول الطريق الأنهار الصغيرة القادمة من الجبال تشكل روافد للبحيرة. مدينة رومونجي ما زالت تحتفظ ببعض من الطابع المعماري العربي، حيث أقام العمانيون عددا من المنازل، وكعادتهم لم يغفلوا عن إقامة مسجد مجاورا لبيوتهم ومحلاتهم. وفي رومونجي يشيخ الدكتور بي جي جي سالم لتوثيق دخول الإسلام إلى هذه المنطقة عن طريق العمانيين. دخول الإسلام في بوروندي له صلة بشرق أفريقيا، ويؤكد المؤرخون أن دخول الإسلام في بوروندي كان عن طريق شرق أفريقيا على يد بعض التجار العرب الذين أتوا من زنجبار في نصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. ويذكر هؤلاء المؤرخون أن هذا كان في عهد دولة سلطان سعيد بن سلطان، كان إمام مسقط في ذلك الوقت، الذي قد نقل مقر حكمه من مسقط إلى زنجبار. ويذكرون أن كان ذلك كان حوالي عام 1832 ميلادي. في جميع المناطق التي مروا
بها يظهر أثر لذلك لموجود، وهذا يظهر في الطراز المباني، نوع المباني الذي كانوا يبنونها في جميع المناطق، سواء كان في هذه المناطق المثلة بحيرة تنجانيكا تجد في جميع المناطق كانوا فيها العمانيون تجد هناك نوع من المباني يعرف كل ما ينظر إلى أن الذين بنوا هذه هم العمانيون. علي بن الفان العفيفي في رومونجي تال لرجل أعمال مكافح، تقف زوجته بجانبه وتحل محله بجدارة في غيابه. استقر هنا منذ ثمانينيات القرن العشرين. نحن العرب هنا نلتقي باستمرار، أذهب إلى العاصمة بوجمبورا بواقع مرتين وأصلي في المسجد هناك، نزور بعضنا ونتناقش في أمور حياتنا. الحمد لله رب العالمين، ليست لدينا مشاكل، أملك محطتين للوقود ومحل الجملة والمفرق، ولدي مزرعة مواشي. الحمد لله رب العالمين، نعمل معا أنا وزوجتي، وعندما أسافر مثلا عندما أذهب إلى بوجمبورا لإحضار بضاعة فهي تسير العمل في المحل كالمعتاد، وكذلك عندما أسافر إلى زنجبار لمدة شهر تقريبا أو أذهب إلى عمان لمدة شهر فهي تدير العمل. كل عام أذهب إلى عمان مرتين أو ثلاث، الحمد لله نعمل ونعيش بشكل جيد ووضعنا جيد. أنا أحمل جواز العماني. زوجي علي بن خلفان بن مرش العفيفي. نحن نريد العيش في، وهذه رغبة أبنائي. بوروندي ليست بلادهم ولا إليهم هنا. طلبت لهم الإقامة هم ووالدي، والآن جميعهم في عمان بالإقامة. الدراجات وسيلة نقل مهمة حتى وإن كانت الأحمال بهذا الثقل. شلالات روتانا مقترح سياحي جميل لمشاهدة جزء من الطبيعة الآسرة. وهذه مدينة كيتيغا من المناطق التي ما زالت بها العديد من الأسر العمانية. بعض الأنشطة التجارية كالخياطة تمارس على قارعة الطريق. محمد بن عسناوي ما زال محتفظاً بشكل لافت لهجة إبرة من شمال الشرقية. معجب كتير الحمد لله، مجتمع طيب، من يخزل بعشرة وعندنا شوينا بكذلك، غير شوينا ما في كتير في مكان ثاني كذا خوري من كتير، فالبلاد لا هي في كتير من كتير، قال معيش زينة الحمد لله، مزارع كان في مزارع، قال مزارع بعيد يبقى 40 كيلومتر من هنا في بلاد ثانية، يعني في قهوة
مثل الحطاب هذا بواك وفي مشي المهراي بس هذا الثاني. علي بن سعيد الطوقي عاش في رواندا قبل أن ينتقل إلى هنا. كان العمانيون في رواندا قليلين ومتعارفين، وكانت الظروف صعبة في تنزانيا وكذلك في أوغندا. علي أوغندا لم يكن كبيرا، كانوا متقدمين ولكنهم قلة. وفي البلاد التي حكمها البلجيك كرواندا وبوروندي والكونغو وكذلك تنزانيا متآخين وكأنهم ملة واحدة. أنا مشتل من هنا، ولد 86، أبوي شالني عمان من زمان سنة 1958، مشلول عمان أنا، شالني أبوي وحده خلاني هناك عند عمي من سرحان، ورجع أبوي هنا. بعد ما رجع أبوي هنا تميت 12 سنة في عمان، 12 سنة. وبعدين مشلو 58 ورجعت قرب 69 كذا، رجعت عمان من هناك. جيت بجواز، أنا جواز عمان، أبوي كان مريض، قلت أرجع ورجعت، قمت أساعده هناك في الدكان، أساعده في الأمور المعيشة. بعدين توفى أبوي، توفى سنة 74. بعد ما توفى أبوي سنة 74 أنا مشيت عمان بجوازي عندي، وأخوتي كانوا مسجلين في جواز أبوي كلهم، وعجوزي أمي. مشيت عمان وسويت طلبات حل جوازات وحصل جوازات، جبتهم جوازات كلهم، أخوتي كانوا مسجلين في جواز أبوي. وجيت بعد ما وصلت هنا جوازي سرق، كان في الشنطة سرقوا جوازي أنا، تعلقت على ما تشوف هنا أمشي أرجع عمان ما عندي جواز، بس طلبات يسوي لي طلبات. وجيت حصلت الجواز سنة 2006، حصلت الجواز، عطيوني جواز. جيت وبعدين رجعت أسوي طلبات لأولادي، طلبات حال أولادي. قالوا لي أولادي كانوا عدو زايدين في السن، ما يستوي يحصلوا جوازات، مع ثلاث بنات وصبي واحد، عندي أنا أربع أولاد. على ما قالوا لي إن استرداد الجنسية بعد ثلاث سنوات سنتين أنت سويت طلب ثاني بتحصل استرداد الجنسية، قلت هي والله عسى خير. كيتيغا هي أيضا نشطة تجاريا، وربما كانت الكثافة السكانية الواضحة سبباً في هذا النشاط. الدراجات الهوائية تعمل عمل سيارات الأجرة أيضاً. إحنا نشتم زنبور نبيع لهنا، من خلي خاري خاري من زين خاري، ولم زنبور منك بيتم الخاري نحونهم هنا خاري منك ونتحانهم بيتم بأمثال مثل مهراي قهوة في شعير أرباق زود بادي أبو في مدينة كمان نبيع منها.
أن وصل الإسلام في هذه المناطق عن طريق التجارة، أن صدقهم هؤلاء التجار العرب أماناتهم التي جعل أن هؤلاء سكان يشعرون أن هؤلاء فعلا يعني دينهم هو دين حق. لأن إنسان مثلا مثل ما يذكر المؤرخون، واحد من سكان هذه المناطق يعطيهم سواء كان العاجي أو أي تجار، يقول يعطيهم ثم حسب رحلة في تلك في ذلك الوقت يذهب بهذه البضاعة، ثم بعد ذلك يرجع ويعطيهم هذه أمانتك. هذا هو يذكره المؤرخون، هو الذي جعل هؤلاء يهتمون بالإسلام ويدخل في الإسلام من ناحية، ونذكر حتى الآن يحتاج إلى تطوير يعني علاقات، أما من ناحية العلاقات الإنسانية والله ممتاز ما في أي مشكلة. هو سيارتنا مزين أول، ويتيمنوا بيع أول شيء وبيتيمنوا مكان واحد مثل صلاة العصر، يتيمنوا مكان واحد يتخرف ويسمي صلاة مئة ويستير بيع من البيع والمغرب صلاة المغرب يصف الدكان كان في البيت مع شاي مع أبو إيدان يتخدم صلاة العشاء ما تعيش شاي وكل عدو تروح البيت من هناك يدخل بأول أخر 35 نفر يواصلين هو لو البيوت كان حد البيوت الوطيات بين الأخ علي شايبي اسمه مسلم مسلم من مسلم مسلم بن عامر عارف هو عارفي هو سمعتني ويقول البيت حنا احنا من زمان البيت هذا في البيت الثاني هنا بيوت وفي الثاني معنا هنا معنا 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 نحضر لأبنائنا معلما للقرآن الكريم ونعلمهم الصلاة وهكذا. للأسف نحن لم نتعلم العربية، ولكن بناتي تلقينا تعليمهن في عمان. الأعمال قليلة ولكن ليس لدينا مجال آخر، فلا بد من التحمل. نتمنى العودة إلى عمان كثيرا كثيرا جدا، فأهلنا هناك، فأنا لا أستطيع العودة لأنني لم أتلقى تعليما كافيا، فأخشى أن لا أجد عملا مناسبا، ولكن الله الرزق هنا وأنا مستمر في عملي. في الحقيقة إخوتي كلهم في عمان. أملي أن أذهب إلى عمان وأبحث عن عمل مناسب وأعيش ليحقق أحلام أهلي بالعودة، فأقاربي هناك، فلو تحقق ذلك فيمكن تسيير العمل هنا وهناك بخطتين. تندليه أوكو ناوكو بوامودو نندليه نكواني بلان A نبلان B بوامودو ماشيتو الحمد لله. أحوالنا الحمد لله، نمارس التجارة، نشكر الله تعالى. أولادنا تعلموا وتزوجت بناتي، منهن في نيروبي بعضهم هناك، كلنا نحمل جنسيتنا العمانية. الحمد لله تسير الأمور بشكل جيد. العائلة كلهم في العائلة في العمان، كلهم في العمان العائلة، هم الأولاد هناك نوبة في برا. أكل حول مرتين ثلاث مرات أكل حول واحدة نسيم معنا، عن معنا بيوت معنا شوية بناك أحب العمان منك، لازم بلادنا منك نسيم نرجع كل شايب معني وثقيد منك معني والأشغال هنا وايد معني هنا نحب نوقف العمان حد أولادنا في العمان يدوا في العمان الأولاد هنا وفي نوع عمالين يكون خدمة في العمالين من الأولاد. أنهار وجداول هيرة تضفي حياة للأماكن وإن لم يسكنها أحد.
العمانيين ونعيش في بوروندي. العمانيون المقيمون هنا في بوروندي لديهم أسر في الكونغو وأنا أحدهم، وأسر في رواندا وأسر في تنزانيا. بيننا علاقات المصاهرة، نتزوج من عندهم ويتزوجون من عندنا، وآخرون أصدقاء عشنا وإياهم وآخرون تقلوا، ذهب بعضهم إلى أوغندا وآخرون إلى كينيا. وهناك أيضا أسر عمانية كثيرة في الكونغو لهم أقارب هنا في بوجمبورا. الطبيعة الخضراء هي السائدة في كل مكان. على مدى حوالي 3 قرون خلت، جاب العمانيون هذه البلاد القصية وملأت أشرعتهم هذه البحيرات، وخبروا الطرق البرية وأسرارها في هذه الغابات ووسط هذه الطبيعة، واقتربوا من السكان الذين وجدوا منهم الترحيب والاحترام، وارتبطوا معهم بعلاقات الجوار والمصاهرة، حاملين معهم السلام والمحبة في نموذج رائع للتعايش الإنساني. الكل هنا يعمل بكفاء واضح، الصغير قبل الكبير، المرأة قبل الرجل. فرغم المساحة الصغيرة للدولة، إلا أن الكثافة السكانية العالية تجعلك وسط خلية نحل لا تتوقف. وعودا إلى بوجمبورا، عبر هذه الطبيعة المتناغمة في هذه البلاد الجميلة التي عاش فيها العمانيون عقودا من الزمان في سلام مع أنفسهم ومع أهلها، يساهمون بإيجابية ويقابلون بكل التقدير، إلا أن الحنين إلى الوطن يظل ملازما لهم مهما طال الاضطراب. هؤلاء من الأسر العمانية الموجودة هنا في بوروندي، ولدى كل واحد منهم قصة طويلة، المشكلة يجملها مرافقنا. كل العمانيين هنا 99% أسرهم الكبيرة موجودة في عمان، الباقون هنا قلة.
أخوة وأصهار كثيرون في عمان. كل إنسان هنا من كل قبيلة، أكان الطوقي، المعمري، المرهوبي، هم في حالة زيارات دائمة. يأتون لزيارتنا ونحن نذهب إلى عمان لزيارتهم، حتى من يحتاج إلى تأشيرة يطلبها ويذهب. فالعلاقة لا تنقطع لأنها أسر واحدة، لكن الجميع هنا عندما نجلس ونتباحث فالأفكار والأحلام تتجه إلى عمان. وإلى اليوم يعيش من تبقى من العمانيين وسط هذا المجتمع كجزء من نسيجه العام، يحظون بالاحترام والتقدير الذي اكتسبوه من الذين أتوا بالتجارة، الدين الإسلامي، الثقافة السواحلية، قبل أي عنصر إنساني غير الأفارقة.